بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب فيكم مشاهدينا الاعزاء، مشاهدين قناه كويت سبورت وبرنامجكم برنامج كروسفيت. معاكم كابتن حسين السعد. من خلال تمارينا في هذا البرنامج نطور نفسنا كلاعبين كروسفيت، سواء كان مستوانا مستوى متقدم او حتى مستوى مبتدئ. كذلك التمارين في هذا البرنامج تساعدنا ايا كان هدفنا، مثلا انا شخص ابي صحه وعافيه، ابي ازيد من البناء العضلي، ابي انزل شويه دهون، عندي شويه كرش ابي اطيرها، ابي ازيد من جوده حياتي بحيث ان اذا سافرت، اذا رحت مثلا بحر، اذا رحت بر، اقدر اشيل احط امشي مسافات بعيده اصعد جبل وغيره. فرياضه الكروسفيت تساعدك في هذا المجال. ليش؟ لان الرياضه متنوعه، ما بين تمارين المقاومه، ما بين رفع الاثقال، وما بين تمارين الكارديو، فتعطيك هذه القوه ان شاء الله. كذلك تطور من جوده حياتك بشكل عام من خلال نزولك الوزن، زيادة أو البناء العضلي، فهذا يحسن من مؤشرات الجسم. بارت A بالنسبة لتمريننا اليوم راح يكون بعض التقويات للجزء العلوي من الجسم. التمرين الأول من هذه التقويات راح يكون تمرين الأرنولد بريس. تمرين الأرنولد بريس تمرين يزيد من بناء البناء العضلي لعضلة الكتف، كذلك يساعد في مرونة الكتف وزيادة المدى الحركي بالنسبة حق الكتف. احنا راح ناخذ الدامبل أمام الجسم، بعدين راح ندفع الدامبل الى اعلى مع الالتفاف الى الخلف عشان يعطي كتفي مدى حركي كامل. راح نستخدم دامبل مناسب حسب قوه الشخص. راح ندفع الى اعلى مثل ما قلنا، نلف الدامبل بالطريقه هذه، نحاول ان احنا قد ما نقدر ما نحني الظهر الى الخلف، لا بالعكس احاول اني استخدم المدى الحركي لعضله الكتف نفسها. راح نسوي هذا التمرين 10 عدات في 4 جولات. مثل ما قلنا احاول اني اختار الوزن المناسب بالنسبه لي. اذا كان مثلا وزن 35 مناسب، اوكي. اذا كان صعب بالنسبه لي اني اسوي فيه 10 عدات، راح استخدم الوزن اللي اقل. دائما احاول اني في تمارين التقويات بشكل عام احاول اني ما ارفع وزن عالي وبس. مثلا انا اقدر الحين العب ارنولد بريس ولكن ادفع باستخدام القدم، لكن انا ما بستخدم القدم، ابي استخدم عضله الكتف. أو مثلاً أقدر أستخدم وزن أعلى ولكن نص عدة وأنزل، نص عدة وأنزل. إحنا في تقويات ما نبي نستخدم هذا التكنيك، لا، أبي أستخدم وزن أقدر أتحكم فيه، أدفع بشكل كامل مع التفاف اليد. هذا بالنسبة لنا كان التمرين الأول. التمرين الثاني واللي راح يكون تمرين روتيتور كاف، راح نستخدم فيه الرابر باند. راح نثبت الرابر باند، احاول لما استخدم الرابر باند اثبت كتفي 90 درجه واحاول اني ادفع الى الخلف وبعدين انزل الى الامام، اسحب الى الخلف بدون ما احرك كتفي او احرك جسمي. نحاول في تمارين التقويات مثل ما قلنا اني استخدم الوزن المناسب اللي يسمح لي اني ادي التمرين بشكل صحيح. طبعا اذا كان هذا الرابر باند ثقيل ممكن اني استخدم رابر باند اخف. راح نسوي 10 الى 12 عدة الكتف اليمين و10 الى 12 عدة الكتف اليسار. بعد ما نخلص من 4 جولات وحاول مثل ما قلنا ان نركز فيهم ان نأديهم بشكل جيد، راح ننتقل للتمرين اللي بعده واللي هو تمرين لاترال ريز واللي راح استخدم فيه الدامبل. بالنسبه حق هذا التمرين مهم اني اكون ثابت، احرك فقط عضلات الكتف الجانبيه، ما احاول اني ادفع بالقدم او احرك ظهري او اني العب نص المدى الحركي، لا، احاول اني ادي مدى حركي كامل بالطريقه هذه. مثل ما انتم شايفين احاول اني اثبت ثانيتين فوق بعدين انزل الى الاسفل. طبعا راح يكون هذا التمرين 10 عدات في 12 جوله وراح استخدم دامبل مناسب. التمرين اللي بعده واحد من التمارين اللي يساعد في تقوية عضلة الكتف الخلفية واللي نسميه تمرين الفيس بول. راح نستخدم فيه كذلك الرابر باند، راح نسحب الرابر باند بعدين احاول دائما الكتف ما يكون نازل، الكتف يكون مرتفع الى اعلى بالطريقة هذه.
علشان أزيد المدى الحركي حاول أني ما أسوي تكرارات سريعة، حاول أنك أنت تتحكم بالوزن، ما تلعب بسرعة بس علشان تخلص من التمرين، لا، حاول أن تعطي كل عدة تعطيها حقها. التمرين الأخير بالنسبة لتمارين الكتف راح يكون تمرين الريفيرس فلايز، واللي راح ناخذ فيه دامبل، نثني الركبة شيء بسيط وننزل إلى الأمام شيء بسيط، راح أحاول أن تكون الإيد مرتخية، أسحب الإيد إلى الخلف وأحرك عضلة الكتف الخلفية. راح نأدي هذا التمرين من 10 إلى 12 عدة في 4 جولات. كذي نكون خلصنا من تمارين بارت A وننتقل إلى بارت B لحلقتنا اليوم. أعزائي المشاهدين، تمريننا اليوم وتحدينا اليوم راح يكون مقسم إلى جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني. كل جزء من هذه الأجزاء راح يكون عبارة عن إمام. يعني شنو إمام؟ يعني every minute on minute، يعني إيش كثر أقدر أسوي تمرين أو تكرارات خلال الدقيقة الواحدة. فعندنا إمام 8 دقائق، راح نأخذ راحة دقيقتين، بعدين راح نبدأ إمام 8 دقائق ثاني. شنو راح أسوي بال8 دقائق هذه؟ راح يكون تمرين عبارة عن دقيقة في 4 جولات. الدقيقة الأولى راح نسوي فيها 15 أو 12 كالوري إذا كان مستواي أقل، ما أقدر أخلص 15 كالوري خلال دقيقة الوحدة رو، فراح نسوي 15 كالوري رو، بعد ذلك راح نسوي 45 ثانية بلانك. طبعاً التمرين أو الرو يركز بشكل كبير على عضلات الكور، فراح تلاحظ أنك راح تنزل من الكور الدقيقة اللي بعدها تسوي بلانك، راح تلاحظ ان عضلات الكور شادة بالنسبة لك. طبعا في عندي ملاحظة على تمرين الرور، اشوف كثير من اللاعبين ما يسحبون الرو بشكل كامل. احنا عندنا السير اللي موجود بالرو هو اللي يتحكم في عدد السعرات الحرارية اللي تنحسب على هذا الجهاز، فكل ما كانت سحبتي اطول كل ما كان الجهاز يحسب لي كالوري اكثر، كل ما كانت السحبة قصيرة كل ما كان الجهاز ما يحسب لي كالوري اكثر. فشنو اسوي؟ احاول اني اتخيل وكانه قاعد العب كلين. فاحنا نحاول بالكلين شنو؟ انه يكون كتفك الى الخلف، مسكر ظهرك، تسحب البار قريب من القدم، صح؟ فحاول نفس الشيء بالنسبه للرو. اسكر كتفي خلفي، ظهري الى الخلف، اسحب اطول مدى ممكن. يعني لما اسحب هذه السحبه تختلف لما اسحب هذه السحبه. فكل ما كان سحبتي للسير أطول كل ما كان راح تحسب لي كالوري أفضل، فراح أقدر أغطي 15 كالوري خلال دقيقة واحدة وراح يكون عندي وقت كافي إلى الراحة. إذن أول إمام 8 دقائق راح يكون دقيقة 15 كالوري على الرو، بعدين دقيقة راح نسوي فيها بلانك. فخلونا نبدأ في الجزء الأول، بعد ذلك راح أشرح لكم الجزء الثاني. خلونا نبدأ مع بعض. بعد ما خلصنا الرو بالدقيقة الأولى راح نسوي بلانك لمدة 45 ثانية. بعد ما انتهت 45 ثانية راح يكون عندنا 15 ثانية ترانزيشن ونكمل 8 دقائق. إذا خلصنا الجزء الأول 8 دقائق راح ناخذ راحة دقيقتين، بعدين نبدأ بالجزء الثاني. الجزء الثاني راح يكون عبارة عن 12 كالوري على الأسلت بايك، بعد ذلك راح نلعب كور أو راح نلعب باستخدام الكرة لعضلات أو ندرب عضلات الكور. كذلك نفس الشيء راح يكون عبارة عن إمام 8 دقائق، دقيقة بدقيقة في 4 جولات.
مثل ما قلنا تمريننا اليوم ركز على الكور بشكل جدا كبير، فنحاول ان احنا نركز على هذه المنطقة علشان نشدها وعشان نطير الكرش. خلونا نبدأ مع بعض. بعد ما انتهت 45 ثانية 15 ثانية بعدين نبدأ الجولة اللي بعدها لغاية ما نخلص إمام 8 دقائق، وبكذي نكون خلصنا تمريننا لحلقة اليوم. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة أتمنى يكون تمريننا عجبكم الحلقة اليوم، كذلك معلوماتنا الغذائية فادتكم، ونشوفكم في حلقات قادمة بإذن الله.